اسمحوا لي في بداية مداخلتي معناها لوضع الأمور في إطارها. معناها نحن اليوم موجودين في ظرف استثنائي تعيش بلادنا، وفقط معناها 5 أيام التالية ثم صحف في شاب من ولاية القصرين معناها حرق روحه أو أحرق مثل ما نعرفوش المفيد. أدعوكم جميعا قبل كل شيء للوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد عبد الرزاق الزرقي، ومنها ننطلق في الندوة الختامية. شكرا. يقول محمد صغير ولد أحمد: نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. فلو عذبونا كما عذبونا، ولو شردونا كما شردونا، ولو قتلونا كما قتلونا، لعدنا غزاة عراة حفاة لهذا البلد. فقط من عاشوا 17 ديسمبر 14 جانفي يعون جيدا قيمة هذه اللحظات التاريخية التي تعيشها بلادنا. افتتح هذا الندوة الختامية بعنوان اليسار المدني واليسار السياسي أي علاقة بينهم، لكن اسمحوا لي قبل كل شيء باش نعرف بنفسي. حسيب العبيدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الصفة اللي مدعو بها أنا اليوم هنا، ولكن كذلك أنا ننشط في الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، وهي جمعية فتية تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تعنى بالحق في البيئة السليمة والمحيط السليم والحرية الإقامة والتنقل. المداخلة أو الحلقة متاعنا اليوم باش تكون حلقة نقاش حول المسألة الاجتماعية، تجدد الفاعلين ومركزية المعركة. بمعنى اليوم اخرجنا من الإطار التقليدي للحركات الاحتجاجية الاجتماعية متاع النقابات والمنظمات معناها عبر التاريخ منذ الاستقلال تقريبا إلى 14 جانفي، ودخلنا في مرحلة جديدة تميزت المرحلة هذه بتجدد الفاعلين. هكا علاش باسمكم جميعا حبيت نقول رانا مانيش مسامحين، مانيش مسامح شعار رفعناه وامنا به وما زلنا ندافع عليه، مانيش مسامح طونكو مازال المسار العداله الانتقاليه معطل، طونكو مازلنا ما نعرفوش شكون اللي قتل الشهداء، طونكو مازال فلوسنا ما ثماش. مانيش مسامحين ومانيش مسامح هي حمله شبابيه كيف كيف خرجت للنور، خرجت للعلن، خرجت ضد قانون جالي تبييض الفساد والفاسدين. نساء منزل بوزيان اللي حركة نسوية كذلك وهي من ضمن الفاعلين الجدد، عديد الحركات النسوية وعديد الحركات الشبابية ما يسمى بالفاعلين الجدد اللي كان لها دور كبير، وإن كانت معناها نسب تحقيق النجاح متفاوتة ومتباعدة، ولكن حققنا النجاح. من هذا المنطلق نحب نقول أنه إذا كان اليوم نحب نقدمه بتونس، وإذا كان بالحق ذات يوم الشهيد شكري بن عيد كان يلزمنا نوقف لتونس، أن نقف لتونس هو أن نكون مع بعضنا. هكا علاش أنا على الأقل في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل نقول أنه لابد من توحيد الصفوف ورصها، لابد أن نتوحد من أجل معارك على الأقل عندها رمزيتها. دونك المتدخلين اللي باش يكونوا معانا اليوم معناها في الاطار هذايا، سيمونجي امامي باش يحكي على اي دور للاتحاد اليوم في المرحله الانتقاليه الثانيه، ثم باش يكون سيمونس فلاوادي اللي باش يحكي على الاحتجاج الفردي ومطالب الكرامه، سي عبد الرحمن الهذيلي تعذر عليه الحضور معنا، ثم باش نفتحوا باب النقاش. فقط قبل ما نحيل الكلمه معناها الاخ منجي، ماذا بينا الناس كل معناها تبقى حتى الاستوفاء نقاش، لانه معناها الاطليه هذه راهي مهمه برشا، خاصه معناها في تحديد على الاقل التوجه نتاع العلاقه بين اليسار المدني واليسار السياسي. تفضل سي منجي.